مساكم يا حلوين، كيفكم؟ شو الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم شوفوا فيديو اليوم، الفيديو كيف نفتح ماب باربي مجانا. مثل ما بتعرفوا ماب باربي نزل اشياء مجانيه، لكن الدخول في الماب بيكون ب 50 روبوكس. تدفع مره واحده 50 روبوكس وتدخل للماب وبتاخذ شنط مجانيه وفستان باربي وشعار باربي مجانا. فيا اصدقاء، اذا بدكم نفتح ماب باربي مجانا، وصلوا هذا الفيديو اكثر من 50 لايك، وبكره بنزل لكم الطريقه كيف نفتح ماب باربي مجانا. كمان يا اصدقاء، هيدا شعار مجانا، وهيدا الشعار بيكون مدته محدوده، واول ما بينزل الرابط حنزل لكم في قناتي على التليجرام، لانه مدته محدوده خلال دقائق او ثواني وبينغلق وخلاص مش نحصل عليه. والان يا اصدقاء بننتقل للماب، يعطينا هاي الشنطه الكيوت مجانا. اكتبوا لايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مش مشتركين. يلا سوا على الماب. اوكي يا حلوين، هذا هو الماب، ورابط الماب تلاقوه في صندوق الوصف. هذا الماب اعطانا سكنات كتير وبتكون مجانا وكتير كيوت هذه السكنات. طبعا الماب ما بيطلب منك مهمات صعبه، فقط تبني هذه القلعه. انا سبق وبنيت هذه القلعه. اذا انت مش تعرف تبني هذه القلعه يا صديقي، هلا بعلمك كيف تبني هذه القلعه. طبعا جايز بشوفكم السكنات اللي موجوده مجانا في هذا الماب، واكثركم اخذ هذه السكنات. الان بتتساءلوا كيف بناخذ الشنطه اللي هي شنطه الشمس مجانا. اول شيء جايز بتكبسوا هون، بعدها شوف هذه السكنات المجانيه. مثل ما بتشوفوا على هذه النظاره، لازم تسجل الدخول في هذا الماب مده 7 ايام وبتحصل على النظاره. كمان اصدقائي هذه القبعه بصراحه انا مش اخذتها لاني مش حبيتها، اوكي، لكن النظاره حبيتها. هون جايز مجرد ما بتكبسوا على هذه الاشياء بتبني معاكم القلعه. انا سبق وبنيتها. طبعا بتجي جايز على هذا الشيء، بتوقف عليه وبتجمع هذه المصاري، اوكي يا صديقي. وبعدها بتصير بتمشوا على هذه الاماكن وبتبني هذه القلعه. وبنصحك يا صديقي، اترك جوالك بيجمع مصاري، روح اكل، روح صلي، روح اعمل اي شيء، بعدها ارجع بتلاقي ان المصاري اصبحت عندك كثيره وبتبني القلعه بسرعه، يعني بدون تعب بدون انتظار. اوكي جايز، هلا بناخذ معكم الشنطه مجانية. هلا النظاره لازم تسجل مده 7 ايام في هذا الماب، يوميا بتفوت على الماب بيعطيك النظاره، اوكي. اما بالنسبه للقبعه صراحه انا مش حبيتها. اما بالنسبه جايز لهذا الطوق اللي يشبه الشمس، كمان يا اصدقاء في مهمه كثير سهله صراحه مش زاد عليها، لكن كثير نزلوا عنه. اوكي جايز، بالنسبه للشنطه لازم بتوقف هون في هذا المكان، اوكي يا صديقي. بعدها بتبني هذه القلعه. انا معي مصاري مثل ما بتشوفوا اكثر من مليونين، تقريبا مليونين و500، اوكي. بتصير توقف هون يا صديقي وبتبني هذه الاشياء كلها. مجرد ما تبنيها وبتخلصها بتحصل على الشنطه المجانيه. هلا اترككم مع الفيديو. وهيك يا صديقي بلشت بخلص وحصلت على الشنطة المجانية مثل ما بتشوفوا. إذا بدكم يا حبايب تكملوا البناء كملوا، إذا بدكم تخرجوا من الماب اخرجوا من الماب. هلا جايز أنا بدي أكمل هذا البناء بشوف شو هو المكان، يعني صار عندي فضول بشوف هذا المكان يعني نهايته إلى أين، أوكي؟ مثل ما بشوف حبايبي خلاص انتهي معي. هلا أنا أخذت الشنطة المجانية، هلا بخرج من الماب يا صديقي. وبعد ما بخرج من الماب بلاقي الشنطة أصبحت معي في المخزون، وهذه هي الشنطة يا أصدقاء. وبس والله يا حلوين، حبيت أفيدكم بهذه المعلومات. لا تنسوا اللايك والاشتراك. كانت معكم نوبة دبتي، في أمان الله ومع السلامة.